واحد من أكثر الرسامين غموضا في تاريخ الفن. الأحداث التي غيرت مصير الفنان نهائيا. الشخصية التي قهرت سلطة الأغنياء في عصرها. متحف أوديسا للفن الغربي والشرقي. هنا كانت توجد قاعة للرقص ومسرح محلي. أما اليوم فلقد استبدل المتحف بالليالي الصاخبة والسكرات المرحة، الأيام الهادئة والجولات المثيرة للشغف. حتى بعد مرور مئات سنة بقي التصميم الداخلي للمبنى على حاله، تغطي أوراق الذهب الزخارف الجصية في أربع قاعات. وعند المدخل نفسه يبدو الدرج الرخامي وكأنه يطفو في الهواء. رسمت اللوحة في القرن السابع عشر. اللوحة مرسومة بالزيت على القماش، هي من الحجم الوسط، حجمها 127 على 167 سنتيمترا. تصور هذه اللوحة لحظة تقبيل يهوذا، لذا يسمون هذه اللوحة أحياناً قبلة يهوذا. اللوحة خرجت عن حدود الموضوع التوراتي المعروف. عمل معقد ينقل مشهد إلقاء القبض على السيد المسيح ويقدم لنا تعارض الخير والشر. خلفية قاتمة محبطة، كلها مظلمة، مضاءة فقط بعدد قليل من البقع، دروع الحرس الروماني والضوء المنبعث من نقطة واحدة صغيرة. كل شيء غارق في هذه الظلمة، يجري حرفياً عرض بعض العناصر فقط، وجه يسوع المسيح ووجه يهوذا، وهذه اليد التي تقبض عليه بضراوة. وهناك أيضاً نقطة مضيئة رابعة، هي يد يسوع المسيح المتدلية متقبلاً بوعي كل ما يحدث له. بالضوء يتميز الأهم في هذه اللوحة، ويبدو التركيز على الوجه واليدين، وبالتالي فإن تعبيرات الوجوه مقروءة بشكل جيد. الحزن والأسى على وجه يسوع المسيح، وأصابع اليد المنكمشة بعصبية تدل على قلقه الذي يبدو أنه يحاول إخفاءه. بالرغم من حجمها المتوسط، نفذت اللوحة بطريقة معقدة جدا من وجهة نظر العمل التشكيلي. تمثل كرة ودائرة مغلقة في آن، مشيرة إلى حقيقة الحدث في هذه اللوحة، والذي يحمل معنى كونيا بالمعنى الكامل للكلمة، ومتكررا عبر الزمن. يؤكد الكثير من الباحثين أن اللوحة لواحد من أعظم الرسامين في العالم، رسام عهد الباروك الإيطالي كارافاجيو. لوحة أخذ المسيح تحت الحراسة تعود لميكيل أنجل ميريسي دا كارافاجيو في بداية القرن السابع عشر. أي أن التكوين الكيميائي وأسلوب الرسم يشيران إلى أن اللوحة أقرب لحياة كارافاجيو وأن لها علاقة مباشرة به.
مرة أخرى أقول وفقاً للأداء والمعطيات الكيميائية والتقنية وصور الأشعة السينية والإسناد والمصدر، لدينا ما يكفي من الأسباب لاعتبار هذا العمل الموجود لدينا من أعمال كارفاجيو الأصلية. وهي على الأرجح أهم أعمال الفنان الإيطالي. قبلة يهوذا واحدة من لوحاته الأكثر كمالاً وروعة، حيث اكتسبت لغة كارفاجيو إمكانيتها القصوى فيها، فهي تحتوي على كل شيء بالكامل. هذه اللوحة مرسومة بطريقة كارفاجيو المعهودة مع الاستخدام الحادي لتباين الضوء والظل. ليس هناك عدد كبير من أعمال كارفاجيو المتمتعة بنوعية وقوة مماثلة، مثلاً مناشدة شاول، وهي ممثلة من حيث المستوى والحجم، وهي موجودة في إيطاليا. كيف وصلت التحفة العالمية إلى أوكرانيا؟ لماذا أصبحت هذه اللوحة الأسطورية موضوعاً لجدال نقاد الفن؟ وكيف دمر الطبع العنيف للرسام الشهير حياته؟ يستمر مؤسس اللوحة الواقعية الأوروبية في القرن السابع عشر ميكيلانجيو ميريسي دا كافاراجيو على مدى عدة قرون في إبهار الباحثين، ليس بموهبته فقط بل وبحياته نفسها أيضاً. هذا خليط مذهل من القدرات الاستثنائية والأسرار والمفارقات المحيرة للعقل. حفظ أعداؤه في سجلاتهم جميع الحقائق تقريباً عن حياة الفنان، ولا تتحدث السيرة الذاتية لكافاراجيو وحدها عن شبابه اللامع بل وعن سجلات المحكمة أيضاً. العديد من كتاب السيرة يقولون أن الكثير من معطيات حياته ما زالت مجهولة حتى الآن، ويبقى الكثير موضع شك. لا يعرف الباحثون يوم ولادة واحد من أعظم الرسامين في العالم، ولقد أخذ تاريخ وفاته من المرثيات التي جمعها المحامي مارسيو ميليزي، ولكن التحقق الحديث من المرثيات كشف عن بعض الأخطاء فيها. نعرف فقط أن الشخص الذي نسميه كارفاجيو عاش حياة مثمرة ومشرقة للغاية، فبالإضافة إلى أنه أنشأ معرضاً للوحات الأعظم والأغلى في عصرنا الحاضر، كانت حياته درامية ومغايرة وغنية بكل أنواع الظروف، ما يتيح إمكانية تأليف الكتب عن حياته وسيرته. بدأ كل شيء من عام 1573 بالقرب من ميلانو. ولد كارفاجيو في أسرة المهندس المعماري فيرمو ميريسي من زوجته الثانية ليوتشي أراتوري، وهي ابنة مزارع من مدينة كارفاجيو. بفضل هذه البلدة حصل على كنيته ميكالانجلو ميريسي دا كارفاجيو، ومن المعروف أن الصبي فقد والده في عمر مبكر جراء حمى التيفوس، وانتقلت الأم والأطفال إلى قرية أخرى. هناك حقيقة أخرى مثيرة جداً في سيرته الذاتية، حيث يسجل في عام 1584 توقيع عقد بين عائلة دا كارفاجيو وعائلة الرسام الشهير في حينها سيموني بيترتسانو. سيموني بيترتسان هو رسام بيرغامو، ولد قرابة عام 1540 وعمل في ميلانو بين عامي 1573 و1592، وكان في ذلك الوقت رساماً معروفاً. كانت لديه ورشته ومدرسته، ويعتبر أستاذاً لتيتياني نفسه. وفقاً لهذا الاتفاق توفرت الإقامة لكارفاجيو الصغير، وكان له من العمر حينها 13 سنة. كان من واجب بيترتسانو تعليم هذا الرسام الفن التعبيري بالكامل. نص الاتفاق الموقع مع سيموني بيترتسانو على 4 سنوات من التعليم، ومع انتهاء هذه الفترة اكتسب كارفاجيو مهارات فنية أولية متواضعة. لم يرسم المناظر الطبيعية أبداً، وكانت معرفته عن كيفية صنع الزخرفات التقريبية، وواجهته مصاعب في تكوين اللوحة.
أتقن العناصر الأهم في الفن التشكيلي، ولكن كما جرت العادة حدث مجدداً تحول دراماتيكي في حياته. كان كارافاجيو ذو طبع غير متزن في بعض الأحيان، وإذا ما أذاه شيء كان بإمكانه حمل السكين والدفاع عن موقفه الصحيح. وهذا ما حدث تحديداً خلال لعبة الورق. انتهى الشجار الصغير بطعنات سكاكين وجريمة قتل. اضطر كارافاجيو للقيام بأول هروب في حياته، تخلى عن كل شيء مجبراً على الفرار من الملاحقة وهرب إلى روما. كانت روما في ذلك الوقت مركزاً للفنون، وليس من المستغرب أنها جمعت أفضل القوى الفنية والروحية والسياسية في إيطاليا. طبعاً كان كارافاجيو يشعر بطوق شديد لروما، وكان اختيارها مبرراً تماماً. كانت المرحلة الأولى من وجوده في هذه المدينة كارثية عليه، وكان في عوز شديد جعله ينفذ أي حجوزات كانت تصله، حيث لم تكن لديه علاقات ولا معارف، ولكنه جاء إلى هذه المدينة الكبيرة التي كانت تغلي وتضج بالحياة. لم يكن عند كارافاجيو في ذلك الوقت أي علاقة، ولكن حظه كان كبيراً، وهو واحد من الذين دل لهم المصير. ولقد شد انتباه زميله في الورشة الرسام باندولوفو بوتشي الذي دعاه وقدم له مكاناً للإقامة والعمل، وتمثل عمله في وضع نسخ عن اللوحات الكنسية. بدأ يكسب كثيراً من المال، ووصل إلى يومنا وصف مظهر وسلوك كارافاجيو الذي تركه بوصف الكاردينال بوروميو. جلف غير مهذب، ارتدى دائماً الملابس المرقعة وسكن أينما كان. بدا سعيداً عندما رسم أولاد الشوارع ومراودي النزل والمشردين البائسين. هكذا بقي ميكلانجيلو في ذاكرة الكاردينال فيدريكو بورميو راعي الفنون والعلوم. كان من الصعب جداً على كارافاجيو التكيف مع الحياة في روما بعد الحياة التي عاشها في لومباردي وغيرها من المدن غير العاصمة الإيطالية الصاخبة. في الواقع حصل الفنان على لقبه كارافاجيو في روما تحديداً. وفقاً لتقليد رسامي العاصمة الإيطالية في ذلك الوقت، حصل على لقب مرتبط بمكان ولادته، ولكن رغم ذلك لم ينخرط هو نفسه في حياة العاصمة. مرة يفتعل مشاجرة في الحانة، وتارة ينخرط في مبارزات أخرى، ومرة يتقاتل مع شخص في الشارع. لقد صار سلوكه الصارخ سبباً لتعليقات وإدانة الجمهور، وأصبح واضحاً في هذا الوقت أن طبعه الناري يجلب له كثيراً من المصاعب. ولكن المفارقة في أنه عبر سلوك الفظ غير المهذب وطبعه المشاغب بدت بوضوح شخصيته الفذة الفريدة. رغم جميع عيوبه تمكن من التعرف على أشخاص ذوي نفوذ كبير. والصداقات الجيدة التي استمرت في كثير من الأحيان لسنوات عديدة، وبفضلها ومعها العلاقات خرج أكثر من مرة وأفلت من ظروف غير سارة في حياته. رغم أن هناك أيضاً عدد من الصداقات التي انتهت بشكل مأساوي للغاية لأن الناس استاءوا منه لسنوات طويلة بسبب تصرفاته غير المقبولة. أقام كارافاجيو واحدة من هذه الصداقات الناجحة تحديداً في عام 1593، فلقد اقتاده الرسام الإيطالي صاحب الأسلوب الخاص جوزيبي سيزاريديس أرينو إلى ورشته الذي خدم قرابة عشرة من بابوات روما، بدءاً من غريغوري الثالث عشر وانتهاءاً بأوربان الثامن. ولقد كلف كارافاجيو برسم الزهور والأوراق على اللوحات الجدارية. هذا من جديد عمل لرسام إضافي، لرسام يساعد في الورشات الكبيرة، ومع ذلك يزداد حجم أعماله. والشيء الأهم أن جوزيبي داربينو أدخل دا كارافاجيو إلى دائرة شخصيات ذلك الوقت الفريدة.
ومن المعروف على وجه الخصوص أن كارفاجيو تعرف في هذا الوقت على جان بريجل الأكبر، وهو رسام كان يأتي إلى روما من منطقة أخرى، وأصبح من المشاهير وتسببت أعماله بعواصف من الجدل. يجري أيضا في ورشة أريينو لقاء مصيري آخر دفع النقاد للحديث عن كارافاجيو كفنان وفاجر عظيم. شاهدوا في الحلقة القادمة. ماريو مينيتي وفقا لشهود العيان لم يعد مجرد ممثل، بل أصبح رفيقا وصديقا لكارفاجيو. وبالمناسبة هذا هو السبب افتهامه مرة أخرى بالسلوك الصادم الذي لا يليق بفنان مشهور. كان كارفاجيو متمردا، رسم كما أراد أن يرسم بالطريقة التي اختارها لنفسه. كان فنانو القرن 17 مرتبطين بالزبون ورسموا الموضوعات التي طلبها الزبائن. يوجد في لوحاته سحر لا يصدق وروعة وغموض فتنت الزبائن أنفسهم، وعلى وجه الخصوص جميع الشخصيات المصورة وجميع أبطال لوحاته تراهم محاطين ببيئة غامضة.